احتفالا باليوم العربي والعالمي للسكن، وعلى غرار جميع ولايات الوطن تحتفل ولاية مستغانم باليوم إحياء اليوم العربي والعالمي للسكن تحت شعار مراعاة جودة الحياة من أساسية التخطيط الحضري. من خلال اليوم أردنا إبراز مجهودات القطاع في مجال السكن، حيث تم تبليغ في إطار الخماسيات السابقة أكثر من 73 ألف وحدة سكنية. تم الانتهاء من 77% من البرنامج. البرنامج طور الإنجاز 15% وثمانية جاري تثبيت البرنامج. محمد هرويني، مدير التجهيزات العمومية لولاية مستغانم. هذا الاحتفال العالمي إن صح التعبير بعنوان اليوم العالمي للإسكان الذي يقام بداية في الأسبوع الأول كل سنة من شهر أكتوبر، قمنا بتحضير ما هو في طور الإنجاز من مشاريع للتجهيزات العمومية مع الزملاء مدير السكن وزميلة مديرة التعمير والبناء والهندسة المعمارية، كذا إضافة إلى مصالح المراقبة التقنية سيانال والمرقين العقاريين، وكذلك بعض المؤسسات التي أبت إلا أن تحضر معنا وتعرض خدماتها أو تعرض منتجاتها. محمد طيب عبد الواحد، المدير العام لديوان الترقية والتسهيل العقاري لولاية مستغانم. بمناسبة اليوم العالمي والعربي للسكن وتحت إشراف وزارة السكن ووالي ولاية مستغانم، نقوم اليوم بهذا العرض المفتوح بدار الثقافة بولاية مستغانم بعرض مختلف المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، سواء منها السكن الاجتماعي أو السكن الاجتماعي المدعم أو السكن الترقوي، مشاريع عبر مختلف بلديات ودوائر ولاية مستغانم، مشاريع مصممة بأحدث التصاميم الهندسية والدراسات المعمارية الحديثة والملائمة لمتطلبات الحياة الحديثة ولمتطلبات المواطن اليومية، والتي تستجيب وتسهل الحركة والتواصل والحياة العادية للمواطن.